نشاط أحلام الفني مستمر استعدادا لإطلاق ألبومها قريبا، ومن ضمن هالاستعدادات انتشرت صورة لأحلام على الثلج مع كلب من نوع هاسكي لم يعجب البعض. لهم مستغربين يعني على أساس إن أنتم ما تروحون الثلج يعني وتصورون؟ شو عندك؟ أنا بقول لك جيب لي فنانة لبنانية، خلا ما بقول لك ولا أي فنانة ثانية، بقول لك لبنانية ما صورت مع هاسكي على الثلج. كمان قلت لي عم بتحطي صورتك مع الكلب وتهديها لأحد المجلات، يقصف رقبتك. أي مجلات اللي هديتها لهم أنا؟ صورة نزل حتى على إنستغرامي ما نزلتها. وبعدين الثلج أصلاً كان مجلة ماري كلير، وإحنا حبينا نسويها في الثلج، وفي وقت التصوير صورنا مع الهسكي. أنا أصور يا قرد ويا غزال ويا عادي. كانت أحلام قد صورت كليبين لأغنية ملهوفة وأبت حداك مع المخرجة أنجي جمال قبل فترة ليست بالقريبة. قيل أن سبب تأخير عرضهما عدم رضا أحلام عن الكليب، فهل هالشي صحيح؟ بالعكس، وأنا حكيت مع إنجي وقالت لي أبداً هذا الحكي. روع على الكليبين، روع. شوف هذا ملهوفة، أنا لما شفته قعدت أبكي. شيء رائع رائع الكليب، لأنه نحن إحنا يعني ألبومي أنا أجلته لين بعد الأرب أيدل. الآن ألبومي تقريباً أخذته شركة بلاتينيوم ريكوردز، فنحن راح يكون معاهم، فطبيعي انه الالبوم كل شيء يتاجل، الكليب راح يتاجل لغايه طرح الالبوم. اول نزول الالبوم راح ينزل اول كليب اللي هو ابتحدى.